كيف استطاع الرجلان المشتبه بهما بجواز سفرهما الأوروبيين المسروقين عبور البوابة الأمنية في مطار كوالالمبور؟ هذا أحد أكبر الألغاز في اختفاء طائرة بوينغ 777، لغز لا يملك وزير النقل الماليزي حالا له أيضا. التقيت مع ممثلين لعدة وكالات استخبارات بما فيها وكالة الاستخبارات الأمريكية، ونقوم بجمع كل ما يلزمنا للبحث كالبيانات البيومترية والمعلومات الأساسية والصور الملتقطة بكاميرات المراقبة. وفي وقت لاحق أعلنت السلطات الماليزية تحديدها لشخصية أحد المشتبه بهما دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية. المعلومات المتوفرة تشير إلى قيام المشتبه بهما بشراء بطاقة الطائرة من مكتب سياحي في متجع باتايا في تايلاند واستخدام في ذلك جوازي السفر المسروقين. هناك بعض التطورات، لكن لا يمكنني تأكيد الأنباء التي تشير إلى أن سمات وجهي المشتبه بهما آسيوية. ويشارك في عمليات البحث عن الطائرة المفقودة 30 طائرة و40 سفينة من عدة دول في جنوب شرق آسيا، وتبلغ مساحة منطقة البحث حوالي 10,000 كيلومتر مربع. وقد ثبت لاحقا عدم صحة المعلومات التي تحدثت عن رؤية باب لطائرة البوينغ. علينا أن نكون حذرين جدا عند نشر معلومات كهذه، فحتى هذه اللحظة لم يعثر على أي جزء من حطام الطائرة. وينتظر أقرباء ركاب الطائرة المفقودين منذ 3 أيام الحصول على أخبار موثوقة عن ذويهم، لكن دون جدوى.